الكويت ولادة بالحراس. أعتقد الحراس من البدايات، يعني من نقول بدت كرة اليد نهاية الستينات، نقول في حراس. الحارس مو بس أنا أي أدربه ولا ألعبه كرة ولا كذي ولا ألعبه مباراة بدون ما يعرف الأمور هذه، وما يكون عنده اللياقة البدنية عالية، ما يكون عنده التكنيك وما يكون عنده التكتيك، حارس عادي. لكن إذا تبي حارس على أعلى مستوى لازم يكون عنده المواصفات هذه وانت تعلمه. على مستوى الـ 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 العالم طبعا ستينجا، أعتقد ستينجا من اللاعبين اللي شفتهم ولعبت ضدهم كانوا على مستوى عالي كذلك. باشج الحارس هذا، لكن الهجوم ستينجا من اللاعبين اللي تتمتع لما تشوفه يشوت عليك مهاجم، يطمر جنب، يتعلق بالهواء فترة وايد طويلة، يعني انت كحارس تتعب وانت قاعد بالجول، شوت يا معود شوت، هو للحين معلق يطالعك. اي ما شاء الله جنب عالي فوق البلوك جنب يطالعك كذي، بعدين يحطها على الراحة. فمن المهاجمين بصراحة اللي 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 صعب انك يمرون عليك، اللي على قولتهم هو يطمر جنب وانت تقعد تشرب شاي وتخلص، هو لحد الان معلق بالهواء. فكانوا من اللاعبين اللي فعلا ما ينسون اذا لعب شلون يلعب جامب، يطلع جامب شلون يلعب الباص الاسيست، شلون ينظم الفريق داخل الملعب وهو مهاجم. طبعا الصعوبات كانت وهي يعني الشيء اللي فعلا تضايقت حيل، وانا اصبت بالركبة رباط صليبي، فرحت سويت عملية بغزلافيا عن طريق دكتور ميتكوفيتش، طبعا من افضل دكاترة بالعالم، سوالي عملية عن طريق المنظار رباط صليبي. فرديت انا استعجلت ابي العب، استعجلت بالتجهيز، يعني الريل طبعا رباط صليبي الريل راح تضعف واحدة على الثانية، يبي لها فترة 6 شهور، يبي لها 9 شهور، 6 شهور هذا اقل شيء اذا عضلات قوية، لكن هي يبي لها 9 شهور رباط صليبي اساس انك تقدر، نقول سنة اساس انك تقدر ترجع حق الملاعب. انا بسرعة استعجلت، 2 3 شهور قويت نفسي ويلا انزل ملعب، فكانت مخاطرة مني وكنت ابي العب ولعبت وحققنا طبعا الكاس اللي ذكرته 1995 حققت، ولكن كانت بعدها رجوع الإصابة مرة ثانية يوم سافرت مع المنتخب، طبعا كانت رجعت إصابة بسبب اني استعجلت على رجلي. وطبعا انا يعني استعجلت بين، يعني بصراحة الدكتور كان مو ذاك الفن بصراحة، فهو يبيني بسرعة أرجع، يبوني أرجع بسرعة حق المنتخب أساس أدعم الفريق، خالد قوي خالد كذا وهذا، بسرعة بسرعة يلا 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 عالجة قو عضلته من شنو يلا نزل الملعب. فطقت ريلي مرة ثانية، كانت هذه يعني مأساة بالنسبة لي، فزعلت وبكيت ذاك الوقت لأن طقت، أدري أنه خلاص مرة ثانية وأنا توني مسوي لي العملية، فبطلت عقبها لعب، قلت خلاص ووقفت الرياضة، وهي اللي كانت أصعب مرحلة رياضية مرت علي. We'll be right back.
كرة اليد الرياضة عموما وكرة اليد خصوصا. كرة اليد كرة اليد أوصفها بكذا شغلة. يعني كرة اليد هي الأسرة، هي الثقافة، هي الصحة، هي الفكر. كرة اليد هي الأسرة الوحدة، هي الثقافة، هي الصحة، هي الفكر، وهي بالدم ما تخلص. كرة اليد يعني بيتي الأول، فهي حياتي كلها. يوميا احنا ندرس كرة يد، نتعلم كرة يد، ونعلم كرة يد، وندرس كرة يد، ونشاهد كرة يد، ونتكلم كرة يد، يعني حياتنا من يوم بدينا واحنا صغار لحد الآن كرة يد. واعتقد يمكن نموت كرة يد. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. أتمنى يعني من الجمهور التشجيع حق الرياضة بشرف وأخلاق، وما نبي نطلع برا الإطار الرياضي. الفايز نقول له مبروك، والخسران نقول له هارد لك، ونكون الرياضة هي تجمع ما تفرق. لازم نكون احنا كلنا نحب الرياضة، كلنا نلعب رياضة، بدال لا تروح اعتقد اي مكان. يعني اول شيء انك لازم تسوي رياضة، فكلنا لازم نلعب رياضة، كلنا لازم نحب الرياضة. الرياضة تجمع نفس ما قلنا، ما تفرق. لازم يكون في حب وشغف حق الرياضة، حق صحتك، حق نفسيتك، حق أهلك، حق نفسك، حق ثقافتك، حق عقليتك. أعتقد الرياضة هي رقم واحد بالحياة. أنا أحب أن الشباب والأسر والناس كلها، وخصوصا الأسر اللي عندها أطفال وعندها شباب بعمر الزهور، لازم يتوجهون حق الرياضة. أعتقد الرياضة مو بس أنه خلى يروح يشترك بنادي، خلى يفرغ طاقته، خلى يلعب اللي هو يبي يحبه، أي كان، أي رياضة، كرة يد، قدم، سلة، طائرة، ألعاب قوة، سباحة، يفرق القوة اللي فيه، يفرق الطاقة، تعطيه نشاط، تعطيه ذهن، يبتعد عن المخدرات، يبتعد عن رفقاء السوء، يبتعد عن وايد أمور تنشط ذهنه حق الدراسة، تخلي صحته زينة، تبعده عن جميع المشاكل. الرياضة مهمة، أتمنى أن كل الأسر ويعني والناس تتوجه حق الرياضة، وتوجه أطفالنا وعيالنا الشباب والبنات حق الرياضة، عشان أن نصير بجو نقي، وعيالكم راح يرجعون لكم أحسن طبعا متى ما مارس الرياضة، أفضل من السكة ولا يروح ويا أحد مني ولا مني يروح يلعب رياضة. أعتقد أنه راح تشوفونه مصلح وصالح بإذن الله.